الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين بعد الغر المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. نصلي عليه حبيب رب العالمين. أهلا ومرحبا ومربحا بمشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة. يمكن مع سماعنا لأذان العشاء الآن نتكلم اليوم عن الإعجاز اللغوي في كلمة في سورة النمل. تخيل لما نتكلم عن إعجاز لغوي في كلمة واحدة في سورة النمل. في سورة النمل يا جماعة في كلمة أتت في 5 آيات متتاليات وفي كل مرة بمعنى مختلف تقريبا، أو 4 ورا بعض وفي واحدة بعيدة شوية. قال الله عز وجل: والكلمة ننظر ومشتقات هذه الكلمة. قال الله عز وجل: سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين. سننظر هنا بمعنى إيه؟ سنتيقن من صدقك أو كذبك أيها الهدهد. وقال الله عز وجل: هذا معنى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر هنا جاية بمعنى إيه؟ فاسمع ماذا يرددون بعد أن ألقي إليهم الكتاب. تمام كده؟ برضو للهدهد. وفي الموضع الثالث قال الله عز وجل: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظري هنا جد بمعنى إيه؟ فتأملي وتدبري في أمرك. سبحان الملك كله ورا بعضه. ايوه. الموضع الرابع قال الله عز وجل: واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فناظرة اي بمعنى منتظرة. سبحان الملك سبحان الملك. في الصفحة الثانية وفي الوجه الثاني في الموضع الخامس والاخير يقول المولى عز وجل: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ننظر بمعنى نعلم في هذا الموضع. تخيل كلمة واحدة أتت في 5 مواضع في نفس السورة بمعنى مختلف. كلام الله كلام الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تدبر القرآن، اقرأوا القرآن وتدبروا القرآن. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.